بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، انطلق شوط هام وشوط مهم، ولا زالت المسيرة تسير، وهذه هي الأسماء المنطلقة الباحثة عن النقاط، ونقاط الوثبة تعادل الكثير والكثير من النقاط الرائعة، مباشرة إلى المركز الأول، إلى واحد وهي في الكادر واحد، وهي الفائزة مع المركز الأول، هادف بن عبيد بن مايد بن ضحاك المنصوري مع المركز الأول، تليها في المركز الثاني حشيمة مع المركز الثاني لمطر بن عبد الله بن عمر الشامسي مع المركز الآن الثاني. انتقل إلى المركز الثالث، المركز الثالث الرائعة لحمد بن مبارك بن سالم الشامسي مع المركز الآن الثالث، والمركز الرابع، المركز الرابع سليمان بن بخيت بن محمد المنهالي الناصية الداخلة بكل قوة، بينما اخذ الاسماء الواصلة كذلك والمتسللة للطامة للسيد سالم بن حمد بن سلطان بن نابت المنصوري مع المركز الان الخامس، الدور المركز السادس، المركز السادس هذه سمحة للسيد عوض بن عبيد بن علي الراشدي مع المركز الان السادس، المركز السابع دخول من غزوة لعيسى بن مبارك بن دعفوس المنصوري، والفي المركز السابع، السابعة اللي وصلت هناك وتسللت مبشر مبارك بن هدي بن بطي بن دميثان الشامسي، وفي المركز الثامن ايضا هقوة لأحمد بن راشد بن محمد المنصوري، ودخول من تاسع الاسماء، الدخول القوي من مشكورة علي بن سعيد بن محمد النعيمي، وهنالك تسللات من شعارك يا المنصوري، دخول قوي للغاية من فلك سلطان بن غالب بن راشد المنصوري. هكذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء العشرة الأسماء المتقدمة، وهذه انطلاقة العشر الأسماء المتقدمة في أولى اندفاعات انتاج والمنتجين، هذه اول انطلاقات الانتاج والمنتجين، ومن هو سعيد الحظ الذي يتسجل باسم هذا الشوط. اذا نعود الى حيث البداية، نعود الى مقدمة الشوط، نعود مع هذه البطلة الفائزة، اسم على مسمى فائزة منذ الانطلاقة، وهي مسيطرة، هذه السيطرة على الهواء مباشرة، وشعارك يا ابو الضحاك، يا سلامي عليك يا ابو الضحاك. مع مقدمة الأسماء هنالك التحديات، يبدو أن التدخلات القوية والشعارات اللي غيرت هناك، يا سلام من هقوة أحمد بن راشد بن محمد المنصوري، وكذلك دخول قوي، دخول هام ومهم أيضا من قبل الرائعة حمد بن مبارك بن سالم الشامسي، وكذلك بن شلبوت الحاضر بكل قوة، هذا البطل مالك العزوم عيسى بن خميس بن شلبوت الخيالي، هي تحمل الرقم 41 في هذه اللحظات، بينما الدور القدوم والتحدي والإثارة من حشيمة مطر بن عبد الله بن عمر الشامسي الواصل مع المركز الآن الثالث، الدور المركز الرابع للطامة سلطان بن حمد بن نابت المنصوري، وصول وتحديات من مبشرة مبارك بن هدي الشامسي، يا سلام، كذلك الوصول من هيت محمد بن علي بن حمد بن علي المري، يا سلام على هذا الاسم الجميل الرائع والمميز، بينما دخول وانتقاله جميلة وتحديات وإثارة وأسماء قوية ونهابة سيف بن حمد بن حميد الدرعي مع نهابة، غادرنا الكيلو في حفظ الباري عز وجل، يا سلام، روحوا هناك مع المقدمة، شوفوا هناك اللي انطلقت بسم الله ما شاء الله، انطلاق على الأصوات فقط، انطلاق رائع ومميز إلى مقدمة الشوط وإلى النواميس،
وإلى السلامات. أوه يا هقوة يا هقوة يا هقوة، كم أنت رائعة يا أيتها الهقوة، كم أنت بطلة يا أيتها الهقوة، يا أيتها المنطلقة، يا المنصوري، يا أبو راشد. وصلت الأسماء، وصلت الأسماء، وصلت الرائعة. حمد بن مبارك الشامسي وصل بمبارك، وصل بمبارك. يا سلام يا سلام، الرائعة الرائعة، ولكن هقوة هقوة ما ضيعت الهقوة ولا زالت مسيطرة. هقوة والخطورة واصلة، الخطورة واصلة من هذه الرائعة، من هذه البطلة، من هذه المشاكسة والمتدخلة. هقوة 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 والرائعة، الرائعة وهقوة، هقوة والرائعة، الرائعة وهقوة. إلى وين السلام؟ يبدو الرائعة الشامسي، الشامسي يا برغش يا برغش، سلامي عليك، سلام العين، سلام حمد بن مبارك بن سالم. برغش الشامسي يستاهل الناموس. هقوة أحمد بن راشد بن محمد المنصوري في المركز الثالث، المركز الثالث مبشر مبارك بن هدي بن بطي بن دبيثان الشامسي المركز الثالث، المركز الرابع، المركز الرابع محمد بن حمد بن كردوس قيادة في المركز الرابع والمركز الخامس، المركز الخامس مشاهدينا الأعزاء شمايل لعلي بن سهيل يبهوني الظاهري، ما شاء الله تحدي وإثارة. سلامي عليك يا الشامسي، سلام سلام بلون الورد بلون الفل والياسمين. هذه لحظات الوصول متابعينا الأعزاء، 7 دقائق 31، 6 أجزاء من الثواني، 6 أجزاء من الثواني. تهانينا والناموس. المركز الثاني، هذه لحظات الوصول، المركز الثاني 7 دقائق مشاهدينا الأعزاء، 32-2 صاحبة المركز الثاني اللي ما قصرت، أدت عروض رائعة. هقوة أيضا أحمد بن راشد محمد المنصوري، تهانينا والناموس. المركز الثالث 7 دقائق مشاهدينا الأعزاء، المركز الثالث 7 دقائق 34.3 أجزاء من الثواني. تهانينا والناموس لمالك مبشرة السيد مبارك بن هدي بن بطي بن ميثان الشامسي.